مساء الخير، مساء السعادة، مساء الجمال، مساء الجبر الخاطر والطاقة الإيجابية. أولا كل سنة وأنتم طيبين. بمناسبة أعياد 6 أكتوبر، كل سنة والشعب المصري بخير، وكل شهدائنا يا رب الله يرحمهم ويغفر لهم جميعا يا رب العالمين. زي ما عودناكم على كل حلقة جديدة ومتميزة معاكم في برنامج قعدة صحاب، عودناكم على كل جديد ومختلف. حلقتنا النهاردة حلقة ميكس فيها نعومة وعزوبة وشدة وقوة عن المال والأعمال، وكمان الكلمة الحلوة وحكاوي زمان. الكلمة نور وكتاب مسطور، الكلمة حياة، بالكلمة تحيي، بالكلمة تميت. الكلمة زي الرصاصة، ممكن تقتل وممكن تكبر خاطر. النهاردة حلقتنا حلقة خاصة جدا ومتميزة جدا جدا. النهاردة حلقتنا عن سيدة من سيدات الأعمال اللي قادرة تعمل ميكس شخصي جدا بين شغلها وبين الحياة العملية. إزاي الست تحافظ على تدينها وشخصيتها وحياتها، وإزاي كمان تقدر تحافظ على بيتها وكمان تقدر تخرج للنور وتخرج للحياة. في مقولة حلوة قوي بتقول غير معتقداتك هتغير طريقة حياتك. هي دي اللي المفروض يعني ننتهجها كلنا الفترة الجاية دي كلها. الفترة دي فترة التغيير، فترة التطور. كل ستات البيوت مفروض يتغيروا ويتطوروا ويغيروا فكرة حياتهم. اولا مساء الخير يا نبيل. مساء النور يا دعاء. حلقتنا النهارده حلقه مميزه وميكس. جدا. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج قعده الصحاب. في الاول طبعا قبل ما نبدا حلقتنا، زي ما دعاء قالت، بنهني الشعب المصري باحتفالات وانتصارات اكتوبر المجيده. حفظ الله شعبها ورئيسها وحفظ مصر كلها. حلقتنا النهارده حلقه مميزه جدا. حلقتنا النهارده حلقه حب وصداقه، لان ضيفتنا اللي موجوده معانا النهارده هي مش أول مرة تشرفنا وتنورنا في برنامجنا. الحقيقة كان لينا الشرف إنها تنورنا في الموسم الأول من البرنامج، والنهاردة هي برضو معانا في الموسم الثالث. نعرفكم بقى على شخصيتنا. الشخصية الجميلة اللي موجودة معانا النهاردة هي شخصية مختلفة. هي أم وست عظيمة وقوية وحساسة ومرهفة الحس. ليه بقى؟ لأنها كاتبة قصصية وسيدة أعمال. هنتكلم عنها، فهي نموذج قوي جداً من الستات الجدعة، لأنها واجهت كتير ولسه بتواجه، ورغم ذلك صمدت ووقفت وواجهت وحققت طموحها ولسه بتواجه. هي سيدة من سيدات المجتمع اللي عندها حلم بتوصل له، وهدف بتحققه، وطموح بتسعى ليه. اللي معانا النهاردة ومشرفانا في الحلقة النهاردة ضيفتنا الدكتورة سماحة عبد الموجود، شاعرة وكاتبة قصصية ورئيس مجلس إدارة شركة النور دنت للأجهزة الطبية بعيادات الأسنان، وعضو اتحاد كتاب مصر، وعضو جمعية مستوردين مستلزمات أجهزة طب الأسنان. اهلا بحضرتك. اهلا، اهلا بك يا نبيل، اهلا بك يا دعاء. طولنا المقدمه بس الله يخليكم. لا والله كتير جدا، ربنا يبارك فيكم يا رب. النور نوركم، انت منورانا. الله يخليك. احنا لنا الشرف ان احنا ضيوفنا دايما اللي بيخرج معانا مره بيجي لنا تاني. قعده صحاب قعده غير. قعده صحاب قعده غير. انا سعيده جدا ان انا معاكم. انت منورانا. البرنامج بصراحه من احسن البرامج اللي انا طلعت حبيب. فيها حبيب. والجو بتاعه وكل حاجه فيه بصراحه ربنا يوفقكم يا رب. جميل. اولا انت منورانا ومشرفه البلاتو كله. برنامج قعده صحاب بجد. احنا بنحييكي كسيده اعمال متميزه وكربت اسره. تسلمي. قولي لنا بدايتك بقى، يعني اتكلمي بقى. بس كسيده اعمال. كسيده اعمال طبعا. والله انا بدايتي كسيده اعمال، انا يعني انا وانا من قبل كده، من وانا صغيره، من وانا في الجامعه، ما كانش في دماغي خالص ان انا ممكن اكون سيده اعمال. كنت في بيت والدي الله يرحمه ما بيشتغلش خالص، والدتي ما بتشتغلش، حته عمل المراه دي ما كانتش موجوده، يعني ايه مطروحه قدامنا. الظروف حطتنا ان انا حبيت ان انا اشتغل، حبيت ان انا اعمل حاجه، حبيت ان انا اعمل نفسي. بدات انا وبابا الولاد من البدايه من تحت الصفر، عملنا مشروع صغير الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى بدا يكبر. الكلام ده كان من 99، جيت من 2010 قررت يبقى لي كيان لوحدي، فعملت شركه لوحدي منفصله استيراد وتصدير. برافو عليكي بجد. ما كنتش بسافر ولا بخرج داخل مصر حتى في المحافظات، واول ما سافرت سافرت الصين لوحدي. ما شاء الله. الصين عليك. الصين في جوانزو. مجازفه كبيره جدا حقيقي. كنت خايفه جدا، كنت متوتره جدا. اتعاملتي معاهم ازاي؟ الصينيين بقى كلهم قد كده يعني. لا، اتعاملت بالانجلش، وكان ساعتها برضو اللغه عندي مش قد كده، فاستعنت بمترجم طبعا.
كنت واجهت صعوبات ساعتها ان الناس اللي حواليا اهلي رافضين ان انا اسافر، رافضين ان انا يكون لي كسيده والصين كمان. فبابا الله يرحمه كان متوفي، فسالت والدتي ربنا يبارك لي فيها يا رب، قلت لها انا ما يهمنيش حد في الدنيا الا انت، ومش هعمل حاجه من غير رضاكي. ربنا يبارك لي في عمرها. قالت لي انا عارفه بنتي ازاي ومربياها ازاي ما شاء الله، وانا معاكي اعملي اللي انت عايزاه انا واثقه فيكي. فدي كانت اول دعم ليا، ربنا يبارك لي فيها ويخليها لي يا رب. يا رب. يعني فعلا حقيقي الام فعلا هي بتدعم دايما طبعاً اولادها الام، دي حاجه فعلا جميله جدا. دايما الاهل لما بيكون هم الداعم بيبقى عندك بقى المجازفه دي مش مشكله اي حاجه، لا ورضا الام بقى دي كمان دي حاجه جميله بنوجه لها تحيه وربنا يبارك. مع ان الامهات دايما قلبهم ضعيف، البنت لا ما تخرجيش ما تروحيش، بس هقول لك على حاجه، دايما الام بتبقى عايزه بنتها احسن حد في الدنيا، عايزه ان هي دايما شايفاها حد متميز وحد يعتمد على نفسه. وبعدين بتقول لك بعد وفاه والدها يعني عايزاها بقى تبقى ست قوام معتمد على نفسها. بالظبط. لقيتها دوله كمان مش عربيه، كانت صعبه جدا. كانت تجربه صعبه جدا. يعني لو ولد حتى تقول له يا حبيبي هتعمل ايه لا كانت صعبه جدا على والدتي، وكانت صعبه على اللي حواليا، على اخواتي خايفين عليا، وكانت صعبه عليا انا شخصيا. يعني اما اروح مكان واسافر بلد انا مش عارفه اللهجه بتاعتهم، مش عارفه اللغه بتاعتهم، مش عارفه حتى مداخل المطار منين، ادخل بين الصاله منين، اعمل الصاله منين. بس انا بصراحه مشيت وانا كان عندي يقين بالله ان ربنا هيوفقني. بس انت عارفه ان المجازفه دايما نص النجاح في المجازفه. بالظبط. اي عمل لو فضلتي مكانك في النقطه اللي انت واقفه فيها استحاله ان انت تاخدي اي خطوات. بالظبط. فعلا ده حقيقي. انا رحت قابلت شركه مونوتاكس، ده توكيل تايواني. انا عايزه اقول لكم ان كانت اكبر شركات مصر عايزه تاخد التوكيل ده، بس الحمد لله والله الحمد يعني ربنا وفقني، والتوكيل ده معايا من 2010. صاحب الشركه التايوانيه اما قعدت واتكلمت معاه عن طريق طبعا المترجم في اول مره، فلقيته بيقول لي انت مثال نموذجي للمراه المسلمه المصريه العصريه، وانا سعيده اتعامل معاكي. والحمد لله التوكيل معايا من 2010 لحد دلوقتي ولسه كمان مستمر 3 سنين كمان ان شاء الله. دعاء سالتك عن بدايتك في بدايتك كسيده اعمال، عايزين نعرف بقى بدايتك ككاتبة قصصية وروايات اكتشفتيها ازاي، ومين شجعك وعملتي ايه بقى من البداية؟ والله انا من صغري حتة ان انا الف قصص دي واقول حكايات كنت بقولها لاخواتي، فبجد يعني احنا واحنا صغيرين واقول لاخواتي. انت بتحب تروي قصص؟ يعني لا انا ممكن الف قصه وانا قاعده اشوف موقف صغير كده، يعني حبايبي احكي لكم قصه اشوف موقف صغير كده فاقوم عامله عليه قصه. كانت اختي هي اكتشفت الموضوع ده، قالت لي على فكره انت ينفع تكتبي قصص. احنا كنا صغيرين يعني الموضوع ما كانش في دماغي قوي، بدات وانا في الجامعه الاقي نفسي بكتب حاجات على ورق كده، لا قصص صغيره لا خواطر. اما بدات بقى بدايه ان انا دخلت على الفيسبوك ولقيت ناس بقى وكتاب وقصص، وفي ناس شجعتني، وكنت الاول ممكن اقول فكره قصه لحد يكتب وهو اللي يكتبها، فلقيته قال لي لا انت هيطلع الاحساس. بالظبط. انا بحس ان انا متضايقه، لا هو ما قالش اللي انا عايزاه، ما قالش اللي انا حاساه، فقعد يقول لي لا اكتبي انت، انا عايزك انت اللي تكتبي، انت اللي تنشري. فبدات اكتب حاجه حاجه، ادخل مسابقات، اخد جوائز على الفيسبوك، فتشجعت. فدي كانت البدايه. بس ما كتبتيش من وقت المدرسه مثلا؟ لا انا اول كنت بكتب حاجات بسيطه، لكن اول كتاب عملته كان في 2016. اول كتاب مجموعه قصصيه عملتها كانت في 2016. اللي هي كتب ايه بقى؟ عملت انثى بطعم الحيره، هو الاسم طبعا الاسم احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عنها، اسم غريب لا الياسمين لا ده سيبك استني، بس دلوقتي احنا في انثى بطعم الحيره، تحسي يعني انثى بس طول الوقت بتلف حوالين نفسها. أيوة. حيرانه. بالظبط. ده حالنا كلنا على فكره. كنت لسه هقول لك هو ده حالنا كلنا، ان احنا ايه خاصة الواحدة ما بتشتغل، هي مش عارفة تبقى تشتغل ولا عارفة تبقى ست بيت ولا عارفة تبقى حاجة ولا عارفة تبقى تقف على أرض صلبة. هي أنا عايزة أشتغل. هو ده حال الست فعلا اللي بتشتغل. ده صراع نفسي على فكرة جوه كل سيدة. لا بس في مشكلة إن الستات اللي بتشتغل بترضي كل الأطراف بس بتظلم نفسها. بالظبط. لأنها بتشوف بيتها، ولادها، جوزها، حياتها، مذاكره، دروس، بتتابع كل حاجه، عايزه كل حاجه بتشتغل قوي، وهي ضغط على نفسها بقى، هي نفسها بتنسى وبتشتغل نفسها. وبتشوف كل الحاجات دي، فكل ده في وقت واحد هي بتنجح، بس بتيجي بتضغط على نفسها جدا، يا اما بقى بتاثر على نفسها صحيا معنويا نفسيا بقى، طبعا ده اساسي يعني. هي بصراحه هي دي حقيقه، يعني هي بتكون سند لكل اللي حواليها، بتكون داعم قوي نفسي جدا ومعنوي لكل اللي حواليها.
بتحاول تحل مشاكل كل اللي حواليها، لدرجه انها بتوصل لمرحله ان كل اللي حواليها بيتعاملوا معاها انها جبل، انها ما بتقعش، انها ما بتتهزش. هي محتاجه اللي يطبطب عليها اصلا. بالظبط. بقى كسيده اعمال طبعا وليدي وكمان ماميز بقى، يعني مامي كده حلوه واموره وعندك ولاد اسم الله ما شاء الله عليهم، عايزه اقول لك بقى ولادك بقى دورهم، مش هقول لك دورهم ايه في حياتك، بيشجعوكي متنمرين كده يقول لك انت مشغوله عننا وحاجات كده، ولا دورهم ايه في حياتك؟ طبعا بتتكلم عن ولادها تاني. لا هو ولادي هم صغيرين كان ممكن كده يحسوا ان انا مشغوله عنهم. انا جت عليا فتره من الفترات حسيت ان ولادي، ده احساس طبيعي لينا كلنا، حسيت ان ولادي عايزيني في 2018، من 2018 ل 2020 انا قعدت في البيت، 2018 و2019 و2020 سبت الشركه تماما وقعدت في البيت، لان كان ولادي محتاجيني. كان ولادي بالنسبه لي هم الحياه كلها. فتره معينه هم بيبقوا محتاجين فعلا. بالظبط، يعني ظبطت الدنيا وحسيت ان هم رجعوا يقفوا على ارض صلبه تاني، فالحمد لله نزلت تاني الشغل بتشجيع منهم، هم دايما بيشجعوني، هم دايما يقولوا لي احنا فخورين بيك، احنا عايزينك تكبري اكتر، احنا عايزينك تنجحي اكتر، فرحانين ان هم يقولوا ماما كاتبه قصصيه، ماما سيده اعمال، ماما صاحبه شركه. فده بس بتقدري توفقي ما بين بيتك وشغلك دلوقتي؟ يعني انت خلاص خدتي الاستاب دي ان انت وقفتي ولادك على ارض صلبه ما شاء الله اللهم بارك، قادره توفقي ما بين بيتك وولادك وشغلك وكتاباتك اللي طبعا دي، يعني انا لما باجي اكتب مقالات صحفيه مثلا او خواطر صغيره تخصني ما اقدرش اكتبها وجنبي دوشه، لازم عارفه اللي بيقول ايه الوحي جه، لا انا لازم احس ان انا تهيأت نفسي ان انا هكتب ده. بالظبط، عندي الفكره اوريدي لكن انا عايزه اكتبها، لازم ابقى هاديه كده عشان اعرف اكتب. بالظبط، انا بصراحه طبعا بيتي ده رقم واحد، ما اقدرش اثر فيه، ما اقدرش اثر مع الولاد بالذات. تاني حاجه شغلي، لان شغلي طبعا هو الاساس، هو الارض الصلبه اللي هيقومني على رجلي ويخليني اخلي بالي من ولادي واقدر اربيهم تربيه كويسه. مقصره جدا في الكتابات زي ما انت قلتي كده ينفين، ما باجي ممكن اكون بكتب قصه ومندمجه فيها جدا ويحصل اي دروب او اي دوشه حواليا، بالظبط احداثها بقيتها بتروح من عندي. انت ما بتدونهاش بوينت كده مثلا؟ بدون، بس بقيه القصه بقى ما بتكونش كتبتها فبتضيع، بتاخد وقت تكتب حاجه. في اول ما فتحت الشركه كمان في الشركه بقى كسيده اعمال وكست طبعا ما شاء الله عليكي ملتزمه وكده، لما اي ست بتدخل اي مجال دايما بتهاجم من الرجاله، انت فاهمه؟ بتحاولي ان هو بيحاول يحسسها بقى معلش خليكي انت تركيني في جنب، بس انت مش فاهمه السوق، اصل انت مش فاهمه التجاره، اصل انت برده مش زينا، وخصوصا لما تكون ست ناجحه وبرفكت قوي وتحس ان هي سبيشال كده عايزه تعمل حاجه وطموحه، فانت اكيد اتقابلتي بالهجوم والرفض من حاجات كتير في شغلك. احكي لنا عن يعني مغامراتك بقى، يعني بجد والله الصعوبات اللي واجهتيها. الصعوبات ديت دي كل الستات في كل المجالات على فكره، أكيد. مش بتكلم عن مجال التجاره بس، بتوصل للحته ديت. ففي ستات بتستسلم، لا زهقت وتعبت وهقعد، وفي لا انا هكمل غض النظر عن اي حاجه. انت بقى اتقابلتي بقى بالصعوبات دي وواجهتيها ازاي؟ قابلت طبعا اي واحده ست ايا كانت هتقابل ده في شغلها، ده حقيقي. قابلت ان هو بقى ايه، حد مستضعفك، حتى فاكر ان هو ممكن ينصب عليكي بسهوله، ياخد منك شغلك، حد يقول لك احنا ناقصين، هو المجال محتاج انك انت تيجي كمان تفتحي معانا، تاخدي يعني رزقه. فالحمد لله. طبعا تدينى او كلبسي كان محجم الموضوع شويه، ان انا ابعد عن المضايقات دي. صحيح كنت بتعرض لبعض المضايقات بس مش كتير. بعدين كنت شديده جدا مع الموظفين اول حاجه عشان اقدر اسيطر على شديد قوي مع الموظفين. في بدايه الشغل ما هو انا لازم اكون شديده شويه علشان ما يقولوش واحده ست ومش هلاقي بقى منهم الشغل اللي انا عايزاه. وفي نفس الوقت مع العملاء، لدرجه ان في ناس كتير كانت في البدايه واخدين عني فكره ان انا مغروره وان انا متكبره وان انا ما بتعاملش مع حد وان انا ما بضحكش مع حد وان انا ما فيش علاقات اجتماعيه. لا، الشغل الشغل الجد جد والهزار هزار. انا تعمدت يبقى ده في البدايه خالص، في بدايه شغلي، علشان شخصيه حتى رولز كده للناس بتتعامل الانطباع الاول يدوم. فيعني خلاص انا خلاص عملت الانطباع ده عني، فالحمد لله دلوقتي الموظفين كلهم اخواتي وصحابي واصدقائي. وقدرت تفرضي سيطرتك وتفرضي مجالك في السوق وتعملي لنفسك اسم وكيان. الحمد لله شركه النور دنت ليها اسم ما شاء الله اللهم بارك. الحمد لله. بالنسبه بقى لشركه النور دنت، انا عارفه ان في فروع لحضرتك، ولكن في الكواليس الاخبار جات لي ان انت فاتحه فرع جديد في جامعه المنصوره الاهليه، احكي لنا بالتفاصيل عن فروع شركه. لا معلش بقى، الجامعه انا كمان سمعت حاجه حلوه قوي عن الدكتور سامع،
اولا بحييكي بجد عن مساعدتك طبعا للطلبه، بتقدم لهم حاجات حلوه جدا جدا ودعم جدا. الطلبه اللي بيبقوا محتاجين حاجه في الكتب او في اي حاجه دايما منزله على طول شير كده، يا جماعه اللي محتاج حاجه انا موجوده كذا كذا كذا. ما هي بقى هتحكي بالتفصيل. أيوة. عن جامعه المنصوره. أيوة. الاهليه. انا بحييكي، ده شابو ليكي شخصيا. الله يخليكي. هي فكره تسلمي. حلوه. والله جامعه المنصوره الاهليه هي فاتحه بقى لها سنتين بس، الحمد لله احنا كنا موجودين فيها السنه اللي فاتت بس احنا في موسم الدراسه بس قعدنا شهرين بس. السنه دي قلت بقى الدفعه الاولى والدفعه الثانيه موجودين ومحتاجين دعم كمان، محتاجين دعم، والمكان بعيد ومفيش خدمات. ففكرت ان احنا نفتح فرع بقى نوفر كل حاجات الطلبه، طلبه كليه طب، طلبه كليه صيدله، طلبه كليه اسنان، طلبه كليه هندسه. ده مش مجالي بس قلت لا انا هجيب حاجه هندسه كلها ادوات هندسه ومكان التصوير، وان احنا نساعدهم ان هم يصوروا المذكرات بتاعتهم. هتسهل عليهم الحاجات بتاعه الجامعه. بالظبط، كل حاجه الجامعه، كل حاجه الطالب بيحتاجها ان شاء الله هيلاقيها عندنا في الستور بتاعنا في جامعه المنصوره الاهليه. ونزلت كمان ان في خصومات خاصه لل للطلبه. انا بص على حاجه، انا بحيي اي حد حاسس بالدور احنا في البلد دلوقتي حاليا في الاقتصاد، الدنيا صعبه على كل البيوت المصريه. فلما يكون حد قادر يقدم دعم حتى نفسي او معنوي يعني دي حاجه كبيره. فتخيلي بقى لو بيقدم الدعم المادي كمان، ان هو يعمل لهم خصم، مش عارفه اقساط لحاجه معينه، الكتب غاليه والحياه بجد صعبه. فان كونك انت ان انت بتدعمي الطلبه وحاسه بوجودهم كاولادك، دي حاجه جميله. لو كل واحد بدوره عمل الدعم ده، كله أكيد. دكتور وكل مدرس في مجاله قدم الدعم ده بالزبط. وهو في استطاعته بقى، هي دي اهم حاجه، يكون في استطاعته. انت في استطاعتك ان انت تعمل ده وتقدم ده وتوفره للناس وتسهل على البيوت شويه، خصوصا الناس فعلا حالتها بجد. لا ما احنا عايزين نعرف الخصم بس عشان اللي بيتابعنا من المنصوره يبقى عارف. لا هي تنزل ارقام التليفون وهم يتواصلوا معاها. عايزه اقول ملحوظه بس صغيره. انا كان عندي حاجات ادوات هندسه من السنه اللي فاتت، فمسطره حرف تي الطلبه بتسالنا بكام، قلنا 420 جنيه، لقيناهم بيقولوا هي بتتباع بره ب 600. ما شاء الله. ما رضيتش استغل ده وما رضيتش ازود السعر وبعتها بنفس السعر علشان برافو عليك. الحمد لله، لان في تجار كتير بيستغلوا النقطه دي. ده في كل المجالات وفي كل حاجه بيبقى عندهم المنتجات قديمه بس بيبيعوها بالسعر الجديد عشان يكسبوا. طب ليه؟ لا برافو عليكي بجد ان انت عملتي حاجه زي كده عشان تدعمي. ده دعم ومساعده. يعني انا عملت ده كدعم للطلبه بصراحه، لكن في الاجهزه بتاعتي انا بضطر ازود الاسعار لسبب عشان انت في الاستيراد، لان انا لما اجي اشتري حاجه بعد كده الجهاز اللي كنت ببيعه انا بخمسه، انا لما اجي اشتريه بعد كده هشتريه بسبعه. فغصب عني ان انا علشان راس مالي ما يقلش، فغصب عني لازم ازود الاسعار بس بنسبه. بتبقى نسبه حاجه في البيزنس عموما. بالظبط، لكن الطلبه بصراحه عملتهم غير. يعني حضرتك بتكتبي حاجات على السوشيال ميديا؟ بتنزلي حاجات من كتبك اللي احنا لسه هنتكلم عليها باستفاضه اكتر، خواطر، روايه، هل الحاجات دي كلها عن حياتك الشخصيه ولا بتبقي؟ انا عارفه ان انت بتاخدي قصص من الواقع وعندك خيال كبير ككاتبه، احكي لنا بالتفصيل الخواطر اللي انت بتكتبيها بتخصك انت شخصيا او بتخص حد من اصحابك ولا ايه؟ لان مش دايما كل حاجه بنكتبها على السوشيال ميديا بتبقى بتاعتنا. ده حقيقي. والناس بقى فاكره انت يا عيني متضايقه ليه، انت يعني حزينه ليه، انت لو كتبت عملت بوست او شير على حاجه مع هي حاساها حلوه او لطيفه او عجبتني لمست الكلام عجبني النهارده، حاسه ان الموضوع ده نيتك. لا والله انا بنزل حاجه حزينه وحاجه مبسوطه في ايه. فانت طبعا ككاتبه بقى قصصيه وبتكتبي حاجه، انت ممكن تكتبي حاجه عشان انت شايفه ان هي ده وقتها او شايفه وانت حاسه ان الواقع دلوقتي بيقولها، فانت بتكتبي بقى القصص دي فالناس تقول لك ايه دي قصص حياتها، هي دي بتكتب المأساة اللي هي عاشتها. طبعا الناس للاسف ككاتبه بقى احنا السوشيال ميديا للاسف خدناها ان دي حياتنا الشخصيه. الناس بتكتب، انا بشوف بوست عجبني عند حد بناخده شير منه وبنعرضه لان دي حاجات لمستنا، ممكن تكون مرت علينا زمان او كلمات عجبتني. احكي لنا بقى. والله انا تعرضت لده في البدايه، اما كنت كل ما انزل قصه في اول ما بدات انزل قصص فالناس تقول انها تبعي او قصتي او قصه حياتي. وبعدين مره كتبت ان في واحده في القصه انتحرت ورمت نفسها من القطر. يا جماعه مش انا اهو. انا موجوده، انا مش انا. لحد ما الناس خلاص استوعبت ان دي قصص ملهاش علاقه بالواقع. ممكن يكون في قصص فيها بعض اللقطه من الواقع، ممكن اشوف موقف قدامي ابني عليه روايه، او واحده صاحبتي تحكي لي مشكله ام عاملاها قصه، ده وارد برضو. حتى الخواطر بالنسبه لي انا ممكن اكون بكتب قصه حزينه جدا
فتلاقيني قعدت كده يجي اسبوع المود بتاعي كله حزين وكاتبه حاجات حزينه، لكن مش شرط انها تعبر عني، انا ممكن اكتب حب وفراق في نفس اليوم يعني مش انا ميكس بالظبط. ما هو كلنا بنعمل كده. دلوقتي بقى انت شايفه دلوقتي احنا بقينا 2023 داخلين على 24 سنه 2024، دور المراه التطور بتاعها، نظرة المجتمع للست العاملة عامة مختلفة تماما عما كانت، انت بقى شايفة احنا رايحين فين؟ رأيك كده كسيدة وكسيدة أعمال أكتر ما انت كاتبة روائية، طبعا هناخد رأيك في الحتة دي لوحدها. والله أنا كسيدة أعمال الحمد لله، زمان صحيح المرأة ما كانش لها الدور القوي بس كان لها دور، يعني في كل العصور المرأة لها دور، وبالعكس كل ما الزمن بيتطور المرأة بيبقى لها دور قوي، وحقوق المرأة بتاخد حقوقها كويس جدا. دي حقيقة، يعني حقوق المرأة في الإسلام أساسا احنا واخدين كل الحقوق، وفي الدولة كمان برضو المرأة واخدة كل حقوقها حتى الرجالة بتعترض يعني. المرأة طبعا عليها عامل كبير كبير جدا في المجتمع، أنا مش هقول المرأة نص المجتمع، لا المرأة المجتمع كله. بالظبط، المرأة نص المجتمع وبتربي نص الآخر. بالظبط، صلاحة المرأة صلاح المجتمع أصلا. بالظبط، فالمرأة أما تكون نص المجتمع وربي ابني اللي هو يبقى راجل بعد كده وربيه إن هو يبقى راجل ويعتمد عليه وعنده أخلاق، يبقى أنا بقيت فعلا المجتمع كله. بحب اي واحده بتشتغل، بشجع اي واحده بتشتغل بضوابط، بحب ان الواحده يكون لها كيانها الخاص، يعني عشان بيبقى امان ليها. يعني في ناس كتير قوي، في سيدات كتير قوي تحسي ان هم عايشين مقهورين جدا، ويعني في ظروف، عايشين في ظروف صعبه جدا، وفي الحياه الزوجيه عايشين حاجه ماساويه. لا استني بقى، يعني عايزه اقول اتفضلي. كفايه ماساويات كده، احنا هنخرج فاصل واستنونا، هنرجع بعد الفاصل نشوف ماساويات الستات مع الدكتور سماح. استنونا بعد الفاصل مع برنامج قعده صحاب. نور بنت من الشركات اللي لها مصداقية في منتجاتها وفي الأشياء اللي بنشتريها منها، سواء أجهزة أو سواء خامات. هي شركة بسم الله ما شاء الله عندها مصداقية في كل شيء، في الخامات، في الأجهزة، في إحنا. أنا عن نفسي اتعاملت معاها، اشتريت أكتر من جهاز. شامل الاستبدال والصيانة طول فترة الضمان، في ضمان ده استبدال وصيانة، وضمان لو جهاز باظ سوء استخدام وقع كسر، ده احنا بنوفر كل قطع الغيار للدكتور. الحاجة اللي بيبقى مسؤول عنها حتى لو بعد سنة اتنين، عشان هو بيحافظ على سمعته وسمعة الشركة وتعامله مع الناس فيه مصداقية. الشركة طبعا اسمها كبير وعمرها طويل في السوق، وحاجتي حقيقي بتوجه لشركة النور. أهلا أهلا بأي حد يضيف لي السوق التنافسي من صيانة ومن أجهزة ورجعنا لكم تاني. النهاردة الحلقة بتاعتنا جميلة شيقة، عايزة أقول لكم بقى مش لاقية، يعني مش لاقية كلام أقوله بجد، هي حلقة مبهجة طبعا. عايزة بقى تكملي حضرتك، يعني قولي لنا بقى الستات المكروه المأساويات والمأساويات الستات. أنا قبل بس بعد إذنكم ما أتكلم عن المأساويات أو مآسي المرأة أو الزوجة عامة. أنا كنت عايزة أتكلم بس عن فروع الشركة، علشان أنا ما اتكلمتش عن فروع الشركة. إحنا المقر الرئيسي في المنصورة، ومن سنتين فتحنا فرع في الزقازيق، وأنتي يا نيفين جيتي غطيتي الافتتاح ونورتينا فيه، والوقت الحمد لله عندنا فرع في جامعة المنصورة الأهلية. كان وإن شاء يوم مميز الله جدا، وكنت مبسوطة أن أنا كان سبب في تعرفي بحضرتك،
وكان يوم جميل جدا، ويا رب دايما عندك فروع اكتر واكتر واكتر. ربنا يخليك حبيبتي، ان شاء الله تيجي ما تفتح العاشر تيجي ان شاء الله الفرع الجاي ان شاء الله في اسكندريه باذن الله قريب، وانتم اللي هتيجوا برضو تغطوا ان شاء الله الافتتاح باذن الله ان شاء الله يا حبيبتي. هتكملي لنا بقى عن مأساويات دور المراه. يعني انت بتقولي على دور المراه في المجتمع. انا بتكلم ان المراه ساعات بتتعرض لقهر، ساعات بتتعرض لظلم، وتكون مضطره انها تفضل وعايشه عيشه وخلاص، علشان مش لاقي مكان تروحه، عشان مش لاقيه فلوس تصرف على اولادها. فده بصراحه اكتر انواع القهر والظلم اللي المراه بتتعرض له، انها يعني ان هي خلاص تحت لود على طول، انها بتعيش حياه تحس انها حياه ذل. وللاسف مش بيأثر عليها هي بس، ده بيأثر عليها وعلى اولادها وعلى تربيتها. ومن هنا بينشا جيل مريض نفسيا، بيأثر على نفسيتها بالظبط، وبتطلع جيل غير سوي بالظبط. طيب انت تحبي توجهي رساله للسيدات عامه، تمام، اللي تحبي مثلا تغير من طريقه تفكيرها، او تغير حتى من الستايل بتاع حياتها علشان تغير مودها وتقدر تتقبل الدنيا، تعمل ايه؟ والله انا بقول لكل واحده تواجه مشاكل الحياه ازاي، يعني عامه بغض النظر عن المشاكل الزوجيه طبعا، مش انا هتطرق للموضوع ده، بس مشاكل الحياه عامه كسيده يعني. عايزه اقول لكل واحده، انت قويه، انت قويه بايمانك بربنا سبحانه وتعالى، انت قويه بنفسك، انزلي واشتغلي، شوفي اي شغل انت تقدري فيه، حتى لو معكيش شهاده ممكن تلاقي شغل. اعتمدي على نفسك، توكلي على الله سبحانه وتعالى، ما تستسلميش، ما تيأسيش، خليكي انت سند لنفسك، ما تستنيش ان حد يسندك او حد يطبطب عليكي، خلي ايدك هي اللي تمسح دموعك، خلي انت اللي تبقى قويه لنفسك، خلي كل مشكله تتعرضي ليها دي تبقى خطوه انها تطلعك لفوق مش تنزلك لتحت. طبعا مش عايزه اقول لك الدعم اللي هي مقدماه قد ايه، بس احنا فعلا بنواجه كل التحيه وكل التقدير لكل السيدات اللي فعلا بتواجه كل مشاكل الحياه وقادره تعيش وتكمل. ما تستسلميش فعلا للوضع اللي انت بتعيشي فيه. طبعا. انت قادره، انت يعني بقوه الله قادره تواجهي وقادره تكملي، وفي ستات كتير بتنجح وبتقدر تكمل وبتقدر تواجه. عيشي وكملي حياتك وانجحي وطوري من نفسك وطوري من حياتك وغيري من نفسك ومن تفكيرك عشان تقدري تكملي لاولادك. لا، وكل ست عايزين نقول لها ما تستسلميش، اكيد بلاش نستسلم. يعني كل واحده بيبقى عندها ظروف، احيانا تقول لك كلنا عندنا ظروف، لا تقول لك اصل انا عندي ظروف وقاعده حاطه ايديها على خدها. حبيبتي ربنا بيقول لك اسعى يا عبد ونسعى معاك، اسعي وتعبي واشقي واجتهدي عشان ربنا يكلل تعبك ومجهودك ده بالخير والرزق والبركه. لا واهم من ده كله يا نيفو بعد اذنك طبعا، يعني ان هي تصبر. اي مجال، اي سيده بتخوض اي مجال بتتحارب، اصبري عشان تكبري وعشان تنجحي لازم تصبري واحتسبي بجد. يعني كل واحده عايزه تنجح في مجالها هتقع مره واثنين وثلاثه، لان الفشل ده بدايه النجاح. كل واحده فينا ما اتولدتش بقها معلقه ذهب، واللي بيتولد في بقه معلقه ذهب عنده مشاكل من نوع تاني خالص، لان ربنا موزع حقيقي. كل حاجه بالعدل. اشقي وتعبي واعتمدي على نفسك. ما تقوليش لا انا مستنيه ما اعرفش مين يديني ايه ولا مين يجيب لي ايه. انت فيكي ايد ورجل وتعرفي تتحركي وعندك مخ تقدري تفكري. كل واحده تشتغل على نفسها هتعرف تجيب رزق اولادها وما تحتاجش لحد، وربنا ما يحرج حد. كمان في حاجه عايزه اضيفها، نقطه صغيره عايزه اضيفها. اي حد سواء بقى واحده او واحد هيقول انا عندي ظروف واقف عاجز، طول ما هو بيقول كده الظروف مش هتتغير. احنا اللي بنقهر الظروف، احنا اللي بنغير، احنا اللي بنغير الظروف. هو لازم لما بيغير فكرته اصلا ونظرته للحياه بيتغير. يعني ممكن حد يمر بمشاكل صعبه جدا، بس يحاول ما تخليهاش تاثر عليه، ويقف على رجله ويفكر ازاي يتخلص منها، مش يقعد يعيط وحاطط ايده على خده ويقول انا فشلت مثلا، فهيفضل كده فاشل. صح. انت عارفة في حاجة يعني مقولة حلوة جدا بتقول ان الفاشل يعني ما بيحاولش، ما بيفكرش، هو بيفضل ستيب كده وقف. لكن الناجح بيقع مرة واثنين وثلاثة. كان في يعني حد بيقول لك انت لو وقعت للمرة المليون انت ده كل دي سلالم للنجاح. انت بتتحسب لك خطوات نجاح حقيقي. لان انت هتنجحي مع كل محاولة، انت بتكتسبي خبرات جديدة وبتتميزي، وتلاقي نفسك اللي وقعت المرة دي عشان لان المرة الجاية مش هعمل ده، مش هعمل ده لغاية ما كل بتنجح. مرة بصي انا دايما يعني انا في مقولات كده بقولها في كتاباتي، في المقالات اللي انا بكتبها، ان كل مر سيمر ان شاء الله. وراء كل محنه منحه من الله عز وجل. حقيقة. كل محنه بتجيلنا ربنا بيديها لنا ليه؟ عشان نتعلم من اخطائنا ونتعلم ايه الغلط اللي احنا عملناه ونتخطاه ونتفاداه ونمشي بقى
بالافضل من كده. والله بمناسبه كل محنه بنتعرض لها بيبقى فيها منحه الحمد لله. والله الحمد انا جربت ده. انا تعرضت لمحنه صعبه جدا في حياتي، حضرت الماجستير، تعرضت لمحنه صعبه، فتحت شركه، تعرضت لمحنه صعبه، عملت كتاب، تعرضت لمحنه صعبه، فتحت فرع الزقازيق. كلنا على فكره احنا سبب نجاحنا المحن بالظبط. يعني انا واحده من الناس كانت محنه معينه في حياتي لاول ما تخطيتها تعبت فتره، مش هقول ما تعبتش، اول حاجه عملتها بعدها عملت اكسسوري، عملت بزنس خاص بيا يا جماعه. اللي انا لابسه ده كله من انتاجي بس عشان تبقوا انتوا عارفين انا بلبس الاكسسوري. لا 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 ده اعلان لو سمحتي، ده اعلان. ما انا لازم اعمل اعلان لنفسي. عايزين نتكلم اكتر. انا سبت اهو الاكسسوري يا جماعه اللي انا عاملاه ولابساه. هنتكلم هنتكلم عن الكتب اللي عند حضرتك. ايه الكتب اللي موجوده لحضرتك دلوقتي في السوق، الروايات، وايه الجديد اللي بتعمليه؟ والله انا عملت انثى بطعم الحيره، للاسف ما عادش فيه ولا نسخه في السوق. ما شاء الله. عايز اعمل طبعه تانية. انا لاقيه النسخه دي بالقوه، يعني جبتها كده، كانت عندي ابن اختي وجبتها، لكن انا مش لاقيه منها ولا نسخه. فان شاء الله ان شاء الله يعني كده هشوف ان انا اعمل طبعه تانية ليها باذن الله. لا انا عايزه بس الاول احكي لنا مقتطفات عن انثى بطعم الحيره، والكتاب الثاني اشلاء الياسمين. والله هو انثى بطعم الحيره واشلاء الياسمين هم تقريبا زي بعض في حاجه انا لاحظتها بقى في النقد بعد ما طلعت انثى بطعم الحيره خرجت للنور واشلاء الياسمين. الناس قالت لي انت في الكتابين دول بتهاجمي الرجل مهاجمه شديده، مهاجمه شرسه. حبي بقى في القصه اللي جايه حبيبي. اتعرضت للنقد ده، خدت بالي، يعني انا خدت بالي فعلا. انا ما اعرفش بس هي حاجه لا شعوريه، انا ما حسيتهاش لاني دايما كنت شايفه ان المراه كائن ضعيف، دايما المراه مظلومه، المراه مغلومه على امرها. احنا مش في ناس بس في ستات مفتريه، في ستات اقوياء جدا. انا عشان اعدل الفكره دي انا كتبت روايه تقريبا خلصت اكتر من 90% منها، بس لسه ما للرجاله بقى. كنت نصف فيها الراجل او كانت الست هي اللي ظالمه في الروايه دي، بس لسه ما اخترتش اسمها. الراجل كان كويس قوي بصراحه، والست هي اللي ما كانتش عايزه تفهم، وغيره زياده عن اللزوم وشككه زياده عن اللزوم، بس في الاخر غصب عنها لازم نفهمها الدنيا انها غلطانه. يعني دي رواية لسه ما خلصتهاش، وبعمل رواية جديدة بس برضو لسه بقى بدايات ليها كده، اسمها العقرب والثعبان. يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب. والله هي بقى بتضم حاجات، لا هي بتطلع الرجل ممكن يكون شرير والانثى ممكن تكون شريره، الراجل ممكن يكون مظلوم في حاجات. ده بقى الواقع الحقيقي، ده ميكس بقى، ده ميكس من كذا حاجه بقى. ده بس هي قصه مش بالواقع طبعا، يعني هي القصه برضو خيال بس ممكن تمس ناس كتير. اكيد طبعا، ما هي كل القصص دي اصلا حقيقه. انا واحده من الناس بعشق الروايات جدا، من هنا ومن هنا من هنا. بس هي كل الفكره برضو اللي هي بتقوله، ان طبعا كل النماذج اللي موجوده مفيش سيده مظلومه طول الوقت، ومفيش راجل مظلوم طول الوقت، ولا مظلوم طول الوقت. في نماذج كويسه من الرجاله ونماذج كويسه من الستات. هي الفكره كلها التقاء الافكار، يعني فاهمه. هو ممكن يكون هو يمكن الله عشان هو كويس وهي كويسه، لا لا لا، بس هو يمكن احنا عشان ستات بنتعاطف مع الستات اللي زينا وبنتاثر جدا. وبقى بنطلع يعني القطط الفطسانه في الرجاله، بس لا في ناس. لا هي الفكره عندي ايه، مش كده الفكره عندي. انا شايفه الراجل ان هو قوي، ان هو صاحب قراره. صح. الست دايما مغلوبه على امرها. مش مغلوبه على امرها، هي مضطره بس عشان المجتمع. بس في الاخر مين اللي مين اللي هيمشي قراره؟ يعني انا دايما اقول الراجل اساس البيت. بالظبط. لا الراجل عمود البيت. انما الست هي اساس البيت. هو العمود اللي بيسند ده كله، ولكن هي الاساس، لان هي اللي بتمشي الدنيا كلها. وعشان الدنيا تمشي يبقى لازم هما الاثنين يكونوا ماشيين كويس، مظبوطين مع بعض او ماشيين كويس علشان ينشئوا جيل كويس وسوي نفسيا. فبس هرجع اقول تاني، الرجال قوامون على النساء برضو. طبعا. فمهما كانت الست بالظبط، ان الحياه تنجح او تفشل الست مسؤوله عنها، بس انا شايفه ان الراجل عليه دور اكبر. بس هو هيقدر يستوعب الست على فكره. يعني لازم يبقى في توازن ما بين الراجل طبعًا. وبين الست طبعا، ويبقى في ما بينهم تفاهم ولغه حوار. أكيد. انا شايفه ان اي بيت او اي اسره لو ما كانش في تفاهم ما بينهم الحياه بتبقى مستحيله. مهما كان الحب مع الوقت بيروح، بس التفاهم هو الباقي، ان انا افهمك واقدرك واعرف ظروفك وانت تفهمني وتقدر تواجدي في البيت طبعًا. واللي انا بعمله ما تقللش مني.
وما تقللش من اللي انا بعمله. دي اكتر حاجه بتضايق على فكره، ان حد يكون عامل حاجه بعدين انت طول النهار عملت ايه ده انا ببقى نحله. انا ممكن ما بشتغلش يعني، مش سيده عامله بس قاعده في البيت واخده بالي من الولاد واخده بالي من البيت. لا احنا ما بنتكلمش عليا ولا عليكي، احنا بنتكلم عن الست. الست عموما بتبقى قاعده في البيت، بتصحى تودي مدارس، تعمل سندوتشات، تجهز الغدا، تروق بيتها، تستنى جوزها، بتعمل حاجات كتيره جدا. ما تجيش تقول لها في الاخر هو انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه او ما عملتيش حاجه طول النهار؟ هي قاعده في البيت مش بره. لا انا عايزه اقول لك الواحده بتبقى بتشتغل وعندها اولاد وبتروح الشغل وبترجع وبتعمل الاكل وهو بس بيشتغل بس يعني. في الاخر بيجي يقول لها انت عملتي ايه؟ حاجه مستفزه جدا. انت ما بتعمليش حاجه طول اليوم. حضرتك كتبتي الكتب دي وبتكتبي لسه روايات ثانيه وعملتي ما شاء الله اللهم بارك، عندك شركه واثنين وعامله فرع جديد في المنصورة اللهم بارك. في حد عايزة، السبب الأساسي دايما في حد ساند ليا، حافز، في حد حافز ليا، عايزة تشكريه توجهي له شكر، لأن كل احنا ما بننجحش غير من باب الطاقة. لا في حد بيبقى واقف ده وسند لينا. مين بقى؟ بصي في ناس كتير في حياتي، اولهم بابا الله يرحمه، الله وتربيته لينا على القيم وعلى المبادئ وعلى الاخلاق وعلى الايمان. بابا الله يرحمه. يعني انا من صغري واحنا بابا كان بيلمنا حوالينا وبيحكي لنا قصص الانبياء، فحببنا في قصص الانبياء وحببنا خليناهم ناخدهم قدوه والصحابه. فده كان بابا الله يرحمه اول حد هوجه له الشكر. تاني حد ماما ربنا يبارك في عمرها، زي ما انا قلت كانت الحافز المعنوي ليا والنفسي واكبر داعم ليا، حتى ما كنت بنزل كنت بسيب الولاد معاها، فدي ربنا يبارك في عمرها ويخليها لي يا رب. اخواتي طول عمرهم ظهر وسند في ظهري، بحس بالامان قوي بوجودهم، بحس الظهر يعني الصدر الحنين. بشكرهم جدا لوقفتهم جنبي، ومعاهم مرات اخويا هي اختي برضو. ولادي حاليا برضو انا بشكرهم جدا ان هم في حياتي وان هم مقدرين شغلي. لا بصي عجبتني قوي انها ذكرت مرات اخوها. طبعا هي اختي بنوجه لها تحيه. تحيه جدا، عشان مش دايما الناس بتحب مرات الاخ. انا بحب مرات اخويا برضه. مرات اخويا يا اختي، وكانت في اول ما فتحت الشركه مراتات اخويا. اول ما فتحت الشركه كانت معايا، ما سابتنيش، واخويا كان معايا بصراحه، فما اقدرش انكر فضلها هي واخويا ابدا. ما شاء الله ربنا يبارك. في حد برضه عايزه اشكره كتير جدا، بابا عز الدين حسين ابراهيم. انا يعني بشوف ان ربنا بيعوض حد بمال، بيعوض حد باخوات، بيعوض حد باصحاب. فلوس اكيد بالظبط، لكن انا بابا ربنا عوضني باب اجدع واعظم اب في الدنيا، بابا عز. انا بوجه له شكري، هو وماما عزيزه وولاده البنات، حبايبي واخواتي واصحابي وعيلتي التانيه. انا مدينه له كتير جدا، وهو حاليا سند ليا وظهر. ربنا يخليك يا رب يا بابا، انت فخر في حياه اي حد. ربنا يبارك فيك. وبرده عشان اصدقائي، الناس اللي بتشجعني جدا، اصدقائي على السوشيال ميديا طبعا. على فكره اكبر داعم ليا، يعني لما اكتب بوست كده مثلا ان انا تعبانه او يئست او عايزه استراحه، الاقي كلهم لا مش انت قويه، احنا اتعودنا عليك قويه، ما ادوكي طاقه ايجابيه بالظبط. فانا بشكرهم كتير جدا بصراحه. احنا عايزين نتكلم دلوقتي، انا شايفه ان انت ما شاء الله عامله حركه حلوه قوي وبتشاركي في المعارض. كلمينا بقى عن المعارض اللي انت بتشاركي فيها، كلمينا انت بتستفيدي منها ايه او بتقدري تقدمي بيها ايه. كنت موجوده برده معاكم في معرض عامل ازاي. المعارض مهمه جدا لينا احنا في كشغل يعني، وكمان كاستيراد، وانا معايا وكالات حصريه. فلازم انزل معرض ولازم اعرف الناس بالمنتجات بتاعتي، لو ما كانش للبيع فهي للدعايه، لان احنا نعرف الناس بمنتجاتنا دايما. مش كل المعارض بيبقى فيها بيع بس، طبعا بتفتح بالزبط. الدعايه دي بتفتح لك برضو خط انتاج جديد، بتفتح طبعا سوق جديده، وبتعرف الناس ان الشركه لها وجود وانها عملاء جديده، وبتدي ثقه للعملاء في وجودك في موجوده في المعرض. بيبقى في منافسه لان انتوا كذا شركه موجوده يعني. ما هو انا بكلمك بقى يعني بيبقى في منافسه لكذا شركه موجوده في الماتيريال العاديه اللي انا بشتريها من السوق ببيعها. لكن الحاجات اللي انا بتاعتي اللي بستوردها وانا وكيل حصري فيها، محدش يعني محدش عنده. انا اللي بوزع وانا اللي بتحكم في سعر السوق وانا اللي بظبط السوق بالظبط. فانا لازم اكون موجوده، لو انا مش موجوده علشان خاطري، عشان نفسي، علشان الشركات اللي بتاخد مني الموزعين المنتجات بتاعتي. طب بالنسبه لحضرتك بتقولي ان بتبقي انت الوكيل الحصري للمنتجات المستورده، حركه السوق اللي موجوده دلوقتي بتواجه صعوبات في الاستيراد؟ يعني سؤال صعب بصراحة. أي حد في السوق في الاستيراد، طبعا احنا بنواجه مشكلات كبيرة جدا في الاستيراد، بنواجه مشكلات كبيرة جدا في تدبير العملة وفي التحويل لخارج مصر. يعني أنا بتمنى إن المشكلات دي تتحل،
لانها مأثره علينا جدا، وهي برضو الاستيراد قل، يعني بدل ما كنت الاول واحد بيجيب 5 كونتينر في السنه بيجيب دلوقتي كونتينر واحد بالقوه، فدي طبعا مأثره علينا جدا. واتمنى ان المشكله دي تتحل قريب، يعني علشان هي مشكله في كل مجال الاستيراد، اي مجال ان شاء الله بامر الله. في كتاب جنب حضرتك؟ ايوه. لجريده عالم النجوم برئاسه الدكتوره دعاء نصر الجميله اللي بنوجه لها تحيه، كل التحيه والتقدير. ست جميله وست عظيمه. كان ليكي تكريم فيها، مش عارفه الكتاب السيره الذاتيه لايه؟ الكتاب عالم النجوم السيره الذاتيه لكبار الشخصيات الناجحه في مصر والوطن العربي. كان ليكي صوره بالتايتل بتاعت حضرتك فيها ان حضرتك من ضمن الشخصيات دي. الحمد لله، والله ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، والتكريم ده حاجه فرحتني جدا، وان انا اتذكر في الكتاب ده حاجه شيء اسعدني جدا. هم كاتبين عني في الكتاب وحاطين صوره وكاتبين كلام جميل قوي، انا فخوره بيه وسعيده بيه. وديه للكاميرا. ده نجاح فعلا. الحمد ده نجاح لله. لما الواحد بينجح في شغله وبيتعب وبيلاقي تكريم زي ده بيبقى فخور جدا جدا جدا. هو اسمه ينزل في كتاب في جريده محترمه، جريده عالم النجوم، عالم التايتل بتاعها وتتكلم عنها والسيره الذاتيه بتاعتها، دي حاجه متميزه جدا. الحمد لله. الدكتوره دعاء نصر معروف عنها ان الجريده بتاعتها حاجه بروفيشنال جدا، حد محترم جدا، عارف هو بيعمل ايه وبيجتهد ازاي، وبنوجه لها تحيه والف مبروك على التكريم. هو تقريبا من سنه. أيوة. انا عارفه. والف مبروك، يا رب ان شاء الله تكريمات كتير كتير. الله كتير. الله يخليكي، تسلمي، ربنا يبارك فيك يا رب. هتقولي ايه يا دعاء؟ والله برضو انا بوجه التحيه طبعا لدكتوره دعاء نصر، ميرسي ليها علشان هي بتدعم الشخصيات الجميله الراقيه، وخصوصا وخاصه السيدات. انا مع السيدات وبتسلط الاضواء على الشخصيات المهمه، الشخصيات الناجحه او الشخصيات اللي بصي بوادر النجاح بتبدا بالدعم. بالظبط. لما تكون سيده بتطلع مثلا لسه كاتبه قصصيه في حاجه معينه او كسيده اعمال وتدعمها سيده زيها طبعا، دي دايما الستات بيبقى في ما بينهم حته غيره او فاهمه الحته دي. لكن لما تكون سيده وبتدعمك والاسم ينزل معاكي في كتاب شخصيات متميزه وراقيه، ده بيرفع من معنويات الست وتخليها دايما الكتاب كله ما شاء الله اصلا كلها شخصيات مرموقه وشخصيات مشهوره الحمد لله. وشخصيات معروفه. فالحمد لله طبعا تستاهلي كل خير. عايزين نقول لك الشباب اللي لسه طالع جديد، اللي عايز يعمل بزنس او عايز يشتغل او عايز يعمل حاجه جديده، نصيحه تنصحيها للشباب والبنات؟ والله بصراحه اول حاجه هقول الله يكون في عونهم. ده حقيقي. الشباب الله يكون في عونهم. بس انا عايزه اقول لهم حاجه، انتوا لازم ما تيأسوش، لازم تحاولوا مره واثنين وثلاثه. اللي مش هيلاقي شغلانه هو عايزها او هو حبيبها لازم يشتغل اي حاجه لحد ما يلاقي الحاجه اللي هو عايزها. بس اوعى تستسلم للياس وتقول مش لاقي شغل تروح تقعد على القهوه، دي اول درجات الفشل. طيب انت دلوقتي في مبادرات كتير بتخلي الشباب تشتغل في مجال، يعني مجال عملهم او المجال اللي بيحبوه وهم في الجامعه. انت مع ده ولا ضد؟ يعني طبعًا. يخلص دراسته ويشتغل ولا لا يعمل البيزنس بتاعه هو؟ لا طبعا بتاعه. انا ابن اختي ما شاء الله معايا سيف، معايا في الشركه، يعني انا عايزه برضه اقول بحمد ربنا يعني على الموظفين او كل التيم العمل اللي معايا ما شاء الله عليهم كويسين جدا. اي شركه في التيم ورك بالظبط، يعني ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، انا بوجه لهم الشكر. ومنهم ابن اختي وهو كان في الجامعه، لسه مش في الجامعه بس، ده هو في ثانوي ما شاء الله، كان بينزل معايا وبيشوف شغل، وهو حاليا خلاص الحمد لله خلص الجامعه في اخر سنه في كليه التجاره وشغال فعلا معايا. فطبعا اللي يلاقي فرصه، انا ابني في اولى ثانوي ما شاء الله تبارك الله ربنا يحفظه، ربنا يبارك، بينزل الشركه على طول وعارف المجال وتعلم المجال. فانا مع ان الشباب تشتغل من وهي صغيره عشان يبقوا رجاله ويتحملوا مسؤوليه ويحسوا بالمسؤوليه ويتعلموا السوق ويفهموا الدنيا بدري. في اهالي تقول لك لا يتفرغ تفرغ كامل للدراسه، ما يخلص دراسته يشتغل. لا مش مسألة الدراسة، يعني ما انت عندك اجازة. لا بصي انا بقى ضد فكرة الاهالي، لا 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 هو لسه صغير يشتغل ليه؟ أيوة بالعكس، لو عندك ولد حتى لو في اولى ثانوي تانية ثانوي خليه ينزل يشتغل يومين ثلاثة ويقعد يشتغل شوية، وهيقعد هيتعلم انه يبقى راجل متحمل مسؤولية، بيكتسب خبرات كمان. لا يبقى راجل، احنا بننشأ راجل مش طول النهار قاعد عايز مصروف. ماشي، ما احنا هنصرف عليكم، ما احنا طبيعي هنصرف عليكم، انتوا ولادنا ومش مسؤول، مش مطلوب منكم ان انتوا تشتغلوا. احنا لما بننزل ولادنا يشتغلوا عايزينهم يتحملوا مسؤوليه. احنا في زمن غريب بالزبط. دلوقتي بنجوز البنت تيجي تتجوز واحد
ايه ماما بعت لي مصروف، ابعتوا لنا اكل. طب انت اتجوزت ليه يا حبيبي؟ لا بالظبط والله، احنا عايزين رجاله تتحمل مسؤوليه، احنا بننشا جيل صالح، لان بصراحه اغلبيه الجيل ما شاء الله. انا بصراحه حتى بناتي والله بحسهم كتير جدا ان هم ينزلوا معايا الشركه او مع باباهم الشركه علشان برضو يتعلموا ويتحملوا المسؤوليه. انا شايفه ان ده ميزه مش عيب ابدا. طبعا طبعا بنوجه الشباب، احنا عايزين ننشا شباب صالح. عشان الوقت البرنامج عايزين نوجه التحيه والتقدير طبعا لكل الناس اللي معانا. انا لسه كنت، اسمحوا لي بس انا طبعا اسمحوا لي، انا عايزه اوجه شكر ليكي يا ميري، انت ودعاء من اجمل الاعلاميتين بصراحه، الاعلاميات اللي انا اتعاملت معاهم دايما، ويا رب بالنجاح والتوفيق. وشكر خاص لقناه الصحه والجمال ولكل العاملين على البرنامج، انا متشكره دايما، ويا رب ده انا متشكره جدا، ويا رب دايما النجاح والتوفيق. الله يخليك والله، السيزون الرابع ان شاء الله. لا انا معاكم على طول، انا حابه وجودي معاكم. انت منورانا والله، والحلقه جميله وممتعه وخفيفه وعدت بسرعه جدا، ويا رب الناس تكون استفادت منها. عايزين نشكر مين بقى؟ نشكر الرعايات اللي معانا. عايزين نشكر الرعايات اللي معانا. نشكر مجله هوانم الاسكندريه، لرئيس مجلس اداره الاعلاميه شاهي العلي صديقتنا وحبيبتنا، ونقول لها مبروك كمان. نقول لها الف الف مبروك، على العدد الجديد، عدد الجديد للمجله، العدد الجديد هوانم اسكندريه. السيدات برضو من شجع السيدات طبعا طبعا، وشركه الفرنساوي، شركه الفرنساوي طبعا للتوريدات الغذائيه وتوريدات المطاعم من الشركات، وكمان استاذ محمد محمود اللي كان متواجد معانا في حلقه من الحلقات المتميزه الراقيه جدا جدا في برنامج قعده صحاب، بنوجه له 2000 سلام وتحيه. شكرا طبعا. منتجات الفرنساوي غنيه عن التعريف اكيد. وبنشكر شركه الذكري للتجاره والتوزيع برضو، منتجات الغذائيه اللي موجوده النهارده معانا في الاستوديو، حاجات اللي هي ستار فرايز، حاجات كلها يعني نقول ايه، مقرمشات والحاجات السناكس الصغيره اللي موجوده، بنشكرهم جدا جدا. بنشكر شركة النور دنت طبعا، الرعاية الأساسية اللي موجودة معايا النهارده، شركة النور دنت للأجهزة الطبية، وبرئاسة دكتورة سماح عبد الموجود، بجد نورتينا جدا جدا، حلقة ممتعة جدا. بنشكر منا اللي مستنيانا بره اللي منورانا النهارده. المرة الجاية إن شاء الله بقى أجيب لكم منا ومريم يكونوا معنا في الحلقة. أنا عايزة أشكرهم، مريم وعبد الله وعبد الرحمن. وعبد الرحمن مريم كان ليها فيديوهات كده استعراضات في المدرسة، عايزين نعمل حلقة عائلية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أنا عايزة أوجه بقى طيب. كلمة كده في الآخر طبعا، إحنا كان معانا النهاردة نموذج متميز جدا من سيدات الأعمال أو من الستات المجتهدة الطموحة اللي بتغير طريقة التفكير. كل ست قادرة من مكانها وهي جوه بيتها تقدر تعمل مشروعها الخاص، تعتمد على نفسها، تغير طريقة حياتها وطريقة معتقداتها علشان تغير من نفسها. ما تستسلميش لأي وضع ولا تقولي أنا مش قادرة، أنا يأسة، أنا تعبانة. أيا كانت ظروفك أنت تقدر تقوم بفضل الله، أنت تقدر تغيري نفسك وبيتك وولادك. حافظي على نفسيتك كويسة، حافظي على حياتك علشان تقدري. أنت بتربي ولاد وبتنشئي أسرة، الأسرة دي لو أنت مش قادرة تكوني صالحة ليها ومش قادرة تكون نفسيتك تقاوم البيئة اللي أنت فيها، مش هتقدري تقاومي. ما تقوليش أنا ولادي بيتربوا وهم عايشين، مش هيعيشوا كويس إلا إذا كنت أنت كويسة. اسعدي نفسك بنفسك، ما تقوليش أخويا هيديني، ابن عمي هيساعدني، فلان فلان. ساعدي نفسك، المساعدة بتبدأ بيكي من جواكي أنت. أنت نور الحياة، أنت المستقبل، أنت السعادة، انت مش نص الدنيا، انت الدنيا كلها. عايزه اقول لكم، انا عايزه اقول كلمه برضو اخيره، ان لكل ستات المجتمع، بما ان النهارده حلقه عن سيده اعمال، نموذج مشرف لسيدات الاعمال اللي موجودين في مصر وفي الوطن العربي. ان شاء الله نتمنى ان تفتحي فروع في الوطن العربي بامر الله ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله. كل الستات اللي بتتعب في حياتها هتنجح. اسعي وحققي طموحك واجتهدي واجتهدي، مفيش حد ابدا بيجتهد وربنا ما بيكللش تعبه. اجتهدوا واشتغلوا، مش الستات بس، الشباب الجيل الجديد، اعتمدوا على نفسكم، انتوا رجاله المستقبل، انتوا مستقبلنا. بنشكركم شكرا جزيلا. حلقتنا النهارده خلصت ونورتينا في الحلقه. حلقتنا خلصت يا دعاء، انتظرونا في حلقه جديده من برنامج قعده الصحاب، والى اللقاء في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.